واحد بيقول في عرس قنا الجليل لماذا السيد المسيح قال لوالدة العذراء مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد؟ بيقول في المعجزة تحويل الماء إلى خمر لماذا الماء بالذات؟ الماء بالذات يعني معجزة خلق، لأن الماء عبارة عن أكسجين وهيدروجين وليس فيه المواد الأخرى الخاصة بالخمر، تبقى كأن ربنا خلق. هو السيد المسيح يقصد لم تأتي ساعتي لكي أعمل المعجزات اللي تثبت لاهوتي، ولكن مع ذلك نفذ لها اللي هي عايزاه.